نهار صيام جديد. والله ما حسيت انا بغير صيام اليوم، لاني عطشان ولاني جوعان منه. عطشان يا أمة الله. شو الصوت هاد؟ والله جاي صوت من هون. عطشان يا الله. لك ما بدي أدين الشيخ بقى عطشان. ولك لسه على النهار بأوله، الحق الطعطة، شو بالك بالبراد كمان؟ دي جي نيرو. ولك اهدى اهدى وروي بقى، لسه على النهار بأوله. خدني قدوة إلك. شوف أنا قوي جبار، لا لي عطشان ولا لي جوعان. خدني قدوة إلك. الله أكبر الله أده. أكبر أده 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 عصية. استنى خدني معك. وين؟ وين يا قدوة؟ هذا أذان الظهر ما هو مغرب، وين رايح بالله حدو الجلابان؟ الظهر؟ الظهر؟ والله شكله الصيام أخذ علي. أول أنا فكرت حالي صمت كتير يعني، فقلت يمكن الشيخ تأخر، معناها أروح أتوضى وأصلي الظهر أنا، مو صح؟ اللهم قوي إيمانك يا شيخ، بركاتك، عم بقضوا منك حسنات أمك، على أساس قدوة. أمي أنا داخل أنام، اللي فيوني قبل المغرب بدي ألاقي وحدة مش عارشحه، وصلت الرسالة. بلا شو؟ وشو بده يحسب نفسي أنت ها؟ ولك يا صدر، المفروض أنت طول النهار تضل. بس 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 بس، أنا هذا الموشح صرت حفظانه على الغايب، لا ينحسب لي ولا ينحسب لك. عم بقول لك لحد يدخل منوبها، لحد يعكر لي مزاجي، بظن الرسالة وصلت. انضرب على قلبك روح، اندفس. لا رسالة وصلت، وصلت نظامي. أقسم بالله أسرع من رسالة الواتساب وأساطيره إياها. رايح اندفس أنا. يخرب بيتك من حواليك، حتى برمضان مفترسة انتي، ما قسي عليك الصيام ابدا. لا مو اخذ علي الصيام، بتحب تجرب بنفسك؟ اكد لك في دسبات؟ ايوه شكلك انتي بدك توصلي لي رسالة بتوصلتيها لابنك، لانه وصلت لحالك ورايح، اوقات اخذني معك. ما تحكي معي ولا كلمة، ولا كلمة تحكي معي، معصب لانه انا معصب ومنفرس كمان. يعني انا مالي عطشان وجوعاني، رايح اموت من العطش. ما قدر كل هاد الشيء، ليش كل هالتأخر اليوم؟ ما قدر الساعة، ما قدر الساعة. الله هلاك برغي، الله هلاك برغي، بتشوفي جاي وعم جاكي. والطيران بشت خلخالة. حدا بشرب مي يا جماعة، بيدي ها، أنا بدي برابطكم. ما كملت كنتي الساعة، ما كملت كنتي، جاي جاكي يا شايفة؟ لك يخرب بيتك من حارتك، أنت شيطان، لك مش شياطين هلا انحبست ولا ما انحبسوا، شكله نسوا ياخذوا معهم، يخرب بيته. لا منسوني. لكنني صغير جدا على الصيام بعد. وعم بيحكي بالفصحى كمان، وعم بيحكي بالفصحى، طالع برا. طالع برا يا الهي، لقد اخفتيني، لقد عملتها في سرواري الداخلي. شو هو المستفز؟ جهزوا حالكم، جهزوا حالكم، امي جاي تحترسكم هلا، رايح اقول لها. قولي قولي، راح يقول لامي، راح يقول لامي عباده، وقف معي ها، وقف معي، هو اللي استفزنا، هو اللي استفزنا، مضبوط؟ معك على الموت، لا تاكلي هم النوم، اصلا هو اللي استفزنا، معك على الموت، لا تاكلي هم خلاص. الضوء والشهاده بسرعه بسرعه. لا تعزمي حالك امي، لا تعزمي حالك. خدوجي ضربته، قلت لها يا خدوج ولد صغير لا يلعب في عالي، خليكي طولي بالك، انت اكبر منه. وقتي امبارح انا واحد ضربته. لا واطي 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 نظام، يعني كنت استنى لك شوي كرمال الكلام اللي حكيته يخرب بيتك من حالك. كذاب امي، ولا ولي جبرني حتى قلته. قولي جاري تحول امي الى زومبي. عباده الحقني. حقير. وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يصدمون. ربي فاشهد اني قد بلغت. يا ربي على العذاب، يا ربي على الشوف. قولي شو بدي كمل النهار علي؟ يا ربي شو بدي كمله؟ المروحه، مين طفى المروحه؟ مين طفى المروحة؟ أنا طفيتها ولا تسألني ليش؟ فاتوت الكهرباء لما أجت عملت لي سكتة بولية. حيوان! الحمد لله في مي، الحمد لله في مي باردة. وين المي؟ مي أبا؟ لك وين راحت المي؟ المي؟ المي يا ناس؟ المي؟ مين فتح المي؟ مين فتح؟ عطشاني عم بموت. قولي السنة دي كوكا كولا كتبت أسامي كل اللي بتحبوه مع الكنز والأزايز عشان تشربها معاهم وكل لحظة تبقى أحلى مع بعض.
المحطات كلها صايرة هيك يعني كلها صاير هيك الله شاد بوي على الفطار امي باقي 3 ساعات الساعة شاد بوي على الفطار امي ولك لسه في ساعتين ونص شاد بوي على الفطار امي ولك لسه في ساعتين قولي عم بموت عم بموت انا ما خرج كمان صيام اليوم من يوم قولي لك لسه عم بموت عم بموت بدي هون بدي اكسجين اما وبدا تعي مسكين السيب اقطع دق اللوحه فوق تعي مسكين السيب تعي يلا عم بدا جيتك جيتك يلا جيتك مسك السيارة عم بدها مسك السيارة واتركي عم بدها واتركي ها ضاع لا تاكلها من تاكل عم بدها بس بسرعة اسرع بس اسرع بسرعة ام عبادة ام عبادة ام عبادة ام عبادة اه يا ضري اه يا ضري يو نسيتك ام عبادة والله نسيتك حقك علي بعدين حق امك الحربية اللي بتصدع علي نسيتيني نسيتيني طلائق بيرا بطال ام عبادة بيرا بطال طلائق تعي لهون وين اخيكم كرز